من القاهرة مشاهدينا أرحب بضيفي السيد محمد نبيل باحث سياسي. سيد محمد مرحبا بك. نعم، بداية أمام التحضير اليوناني بأن أردوغان يلعب بالنار، ما هي أوراق أثينا في مواجهة ذلك برأيكم؟ يعني خليني في البداية أشير إلى الزيارة الأخيرة التي قامت وزير الخارجية اليوناني جورجيس إلى بغداد في الأيام القليلة الماضية، والتقى بمسؤولين في الحكومة البديلة المؤقتة، وهذا طبعا بالتأكيد يؤكد على اتفاق اليونان مع ليبيا ضد التحركات التركية الاستفزازية على الأراضي الليبية، وهي زيارة بالتأكيد تحمل في سياقها التصريح. فبالتالي هذا الاتفاق لا يتفقد فيه ليبيا من قبل اليونان، بل أيضا ما زال تحول لتحالف بين الاخيره ومصر وقدره تسويق المصالح العديده الاقتصاديه في شرق المتوسط. وبالتالي هنا اذا نظرنا الى التحركات التركيه في ليبيا وهي تحركات مكتوبه بالطبع، ولكن بالتاكيد هي مختلفه لانها بكل وضوح ضد الشرائع والقوانين الدوليه، وتركيا تعلم ذلك، ولكن تثير في ذلك من اجل كلف المزيد من الوقت ضد الجيش الليبي وعرقلة تقدم خطر نحو طرابلس. وبكل تأكيد لو تحدثنا عن أحداث الاتفاقية الموقعة بين أنقرة والسراج، في وجهة نظري أو في تقديري هما هدفين. الأول هو نقل المصادق الأطراف من إدلب السورية إلى داخل الحدود الليبية، لتحقيق طبعا نقطة التركية السياسية هناك، سواء طبعا بنقل طبعا قيادات من الجيش السوري الحر أو قسائم أخرى موالية للتركية. وطبعا هذا طبعا لإطفاء شرعي على الاتفاقية الموقعة بين السراج والقارة. ثانيا لو تحدثنا عن الهدف الثاني وهو منع ليبيا من تسليم حدوثها البحرية مع قبرص، على غير طبعا مصر والتي بالتأكيد تتعود بالنفع على ليبيا كما مصر. نعم، طيب في ظل ما تقوم به تركيا حاليا، يعني يمكن القول يعني ماذا، يعني الى الان لم يوجد اي احد يعني يمكن ان يردعها، ما هو السبب ولماذا الى الان الدول الاوروبيه فقط تكتفي بالتنديد ويعني ليس هناك اكثر من ذلك؟ نعم، يعني في هذا ان احتدام المعركه السياسيه بين تركيا من جانب مصر والامارات والسعوديه من جانب اخر قادمه لا محاله، ليس فقط في التصريحات السياسيه الرسميه من كل جانب، ولكن من المتوقع ان تصل ذروه الاحتدام الى الامم المتحده والمنظمات الدوليه المختصه. اخيرا اعتقد ان تركيا ليس لديها اهميه للتدخل العسكري بكامل تدخلها في الازمه الليبيه، اي ارسال قطع عسكريه وبحريه وبريه بشكل شرعي او بشكل واضح وما الى ذلك، بل تكتفي بحرب الوكاله العسكريه التي تقوم بها على الاراضي الليبيه. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به ضيفي السيد محمد نبيل باحث سياسي حدثنا من القاهرة.